هذه هي الرابعة، معنا متعودين أن جمعية الذاكرة التاريخ المحلي نظم يوم الأكلة التقليدية. الدورة الرابعة السنة حابين ناخذوا بخاطر قيس الدلال، نحولوا المكان ونكون في شكل هو حب يبدعوا، وخيرناه وواكبناه. المحور الأساسي نتاع اليوم هو الماكلة لبيك. شفت ناس فترة فطور الصباح ويستناو فطور نص النهار، وإن شاء الله يروحوا شبعانين الناس كل، وإن شاء الله يتعدى النهار حلو خير من اللي متعودين به. شهر التراث، لأنه معناها بالنسبة للسنة سي قيس اللي هو قائم على التظاهرة هذه اللي قام بالتظاهرة أرادها معناها ذات سبقة خاصة، يعني ما اكتفاش بالجانب الأكلة الشعبية فقط، بل أثر اليوم هذا عدد فقرات ثقافية توا كنتوا تشوفوا فيها، وشفتوا حتى من ناحية الحضور، حضور معناها مكثف. التظاهر أيضا كذلك معناها رونق آخر بالنسبة للسنة، هي مجهود كبير ياسر قام به قيس الدلال، فشكرا شكرا على تنظيم التظاهرة هذه. ما نجمو إلا نشجعو على مواصلة القيام بالقيام النوع هذا. قيس بالحق عمل بذل مجهود جبار، تعرفوا انتم الظروف نتاعو، النتيجه اللي تشوفوها معناها عدد كبير ياسر من القلعه ومن حيض القلعه، فهمت، خذوا حتى وسائل الاعلام، شفتوا معناها قداش متواجدين هناك، كوفر حنين ياسر بالحدث. هذه فقره من الفقرات اللي حبها طارق بها ضمن البرنامج، هو معرض الصور الرياضية، حاجة نوعا ما جديدة، يعني قلعة كلية، ثم ظاهرة جديدة أن ما ثماشي اسم تحت التصويرة، حيث كل واحد أنا أحاول يشوف الشخص. أظن الناس بطبيعة الحال الناس القلعة معناها ناس معروفين، وجوه معروفة ياسر بطبيعة الحال. عسلامة قلعة الناس. نحب نشكر كالربح على الصبر اللي تعاوني أكعاون قلعة صغيرة فرحة اليوم عملنا ليفان دار معبية والعباد تاكل وتشرب والناس سبونتاني اللي وعدنا بيه كل ساعة ميسيلش دخل بعدها لبريمير لغالب شو نعمله
الحمد لله ربي رحمنا البارح بالمطر وخلت عملنا شويه روتار لحكيت التحضيرات وكل شيء. مي وانا قاعد نغزر نشوف العباد عملنا جو معناتها مي جاي باش تاكل العباد جاي باش تخرج لا باش ترتاح تتفرهد القهوه ب 20 موجود المطبقه ثابت تسوي لي فواتير دو كوليكسيون من فوق استنى اوكي كل شيء حاط تو باش نزلنا ندخل نفطر زي كان نفطر كويس تي نورمالمون عندنا التروب اوفر دوز ونخدموا الجورني نتاعنا هذا لو فينتج دي اللي قلت لكم عليه حكيت لكم عليه ان شاء الله تبدا فكره معناتها تعجب الناس على خاطر حسب ما شفت اللي برشا عباد عجبتها الفكره ش عندنا في التنظيم التنظيم مش مشكل بالوقت وبالاكسبيريونس واللي ما خير ديما يتطور بالخدمه يتطور انا عندي كالقلعة نيوز وام اف صحيح اما في وقت معنا قلعة نيوز محمود وحسن والولاد هذوما معايا لهنا محمد رجيبه اشرف محمد امين القمودي الولاد اللي يوقفوا لهنا من الصباح لا يهمهم لا في ماكله لا في سخانه لا في شرب لا في حد شيء الريان باش يوريو ويفرحوا بجدودنا باش يفرحوا برواحهم بجدودنا هذه الغايه منها نحكي الكل باش نفرحوا بجدودنا باللي خلاهم خاطر اللي جاوا اليوم هنا في القلعه اي في القلعه فما برشا حوايج نحب نخليهم سوربريز وبتلقاوه كان على قلعه نيوز.